مرت عسكري ومرد في العسكر وفتح خطرتين وحيدوا ليه الرية ديالو وخرج كان معدب ما لقى لا باش يشري الدواء ولا باش نعيشو. بقى مسكين مات بالتفرط. بقيت انا وراه عندي جوج ولاد معوقين، ما نجبر لا باش نشري الدواء، خلاو ليا 8000، ما نجبر لا باش نشري الدواء ولا باش نعيش. عندي مرض السكر وعندي طنسي وعندي الهشاشه، ودابا انا كنضيع انا ولادي، كندير شكايات ما يصنت ليا حد. كنوقف في باب المؤسسه ما كيدوهاش فيا، العيد ما كنعيطش كي الناس نطلب من عندهم المعاونه ما كيبغوش. طلبت باش في العيد يعطوني الاعانه ما عطونيش، وفين ما مشيت تباب ما كيتفتح في وجهي. كنطلب تنعية وكنطلب الله تبارك وتعالى والمالك سيدنا هو يشوف من الحاله ديالنا ويعاوننا على المعيشه ديالنا وعلى الحياه ديالنا وعلى دوانا. والرانديفوات كيجوني بعيد بعادين، والدواء كتجيني 14000 40000 على قبل الهشاشه. طنسيو دائما، السكر دائما، ونطلبوا من سيدنا هو يشوف من الحاله ديالنا. مخلي لي 30000 ريال، واش نكري بها؟ واش نشري بها الدواء؟ واش نعيش بها؟ ما يمكنليش 30000 ريال، ما يمكنليش، ما كافيانيش. راجلي مشى للصحراء، ما عوضوا لي السيرفيس ديالو في الصحراء. دابا ملي مات بقيت ديك 30000 ريال. اليوم جينا في وقفه احتجاجيه للمطالبه بالحقوق اللي هي حقوق مشروعه، وكنطالبوا بها 5 سنوات هذه، ولا حياه لمن تنادي. اليوم جينا وكنطالبوا بهذا الحق، وكنرشدوا ملكنا الحبيب نصره الله باش يشوفوا من حال هذه الشريحه اللي هي مهدومه حقوق وهذه الارامل هذه. انا رجل جنديه متقاعده، وفتحت 2 فتحات على السياتيك وانا في الخدمه العسكريه، وما عطوني فيها حتى ريال، عاطيني نو امبيطابل، وانا كنضيع. انا دابا مريضه وما كنقدرش ندوز في الخاص، حيت الرونديفويات ديال السبيطار العسكري كيكونوا بعادين 3 شهور 6 شهور. الله يجازيكم بخير يا جنود الله، يا خلفاء الارض، يا خلفاء الله في الارض، يا خلفاء الله في الارض. رحنا الرعيه ديالكم، كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته، ما تنسوناش. انا جنديه متقاعده، فتح 2 فتحات وعاطيني نو امبيطابل، نو امبيطابل. جيت من جيت دمرات، من جيت دمرات تنانت الى الدار البيضاء الى الرباط على الموتور ان شاء الله. جيت من اجل الحقوق ديالنا مهضومين فيها. خدمنا في الصحراء عرفتي 25 عام، حيد منها 16 عام ديال البارود. الخدمه بالليل والنهار، وخدمه بالليل والنهار. وكان قالوا لينا بعد عندكم الدوبل ديال السيرفيس. في الاول ديال 78 قالوا لك عندكم الدوبل ديال السيرفيس، شي شويه ضربوا لك شي على الزيرو. المعاش مجمد يعني الزياده ما بقاش فكيفكرناه. القراض ديال شرجان وحروب و16 عام ديال الحروب ليل ونهار. بالليل كيقول نهار سيرمو، بالنهار كيكون القتال. داك السبيطار اللي تنخلصوا ب 72 ايوا السبيطار والسبيطار شاركنا 30 عام ولا 40 عام باش شاركنا ياك سمعت. وتمشي دابا السبيطار يقول لك رانديفو شهرين ولا عام، ولاو دابا كيسبقوا صحاب الفلوس. حنا راه عطيناهم وكيسبقوا صحاب الفلوس. حنا من قدماء المحاربين، قدماء العسكريين اللي ضحاوا بالغالي والنفيس من اجل البلاد ومن اجل استرجاع التراب الوطني. وحنا الان درنا واحد الوقفه اللي هي وقفه امام البرلمان من اجل المطالبه بالحقوق ديالنا، لان هذه الشريحه هذه كتعاني من الهشاشه ومن الضعف ديال المادي والمعنوي، لان هاد قدماء المحاربين والارامل والديجيو معطوب بالحرب وذوي الحقوق كل شيء. هذه 5 سنوات وحنا كنديروا هذه الوقفات وما كانش استجابه. جيت واقفين اليوم احنا ارامل تنطلبوا بحقوقنا اللي مهضومه مدة 19 سنة باش توفى راجلي، ولادي قراو وما توظفوش بطالة، وعندي معاقين، وأنا دابا كبرت وعييت، كنخدم ما بقيتش كنخدم،
ومحتاجه وكنشدي 14000 ريال ما كدير لي والو. هذا الشيء علاش واقفين حنا اليوم الارامل جميعا على 14 و16000 ريال اللي كنشدوا. اش غدينا بالنسبه لهذا الوقت هذه والوقت صحابته وغلا. وكنطلب من سيدنا نصره الله، الله ينصره الله يحفظه الله يشافيه لنا والله يطول عمره والله ينصر الاسره العلويه. المعاناه اللي كتعاني منها هذه الشريحه عديده متعدده، مهضومين جميع من جميع الحقوق مهضومه، وكاين ما عندنا حتى شي حق نهائيا. هذه قلت لكم سبيل المثال، الانسان خرج لاروتريت، خرج التقاعد ديالو، خرج ب 1000، كاين اللي خرج ب 1000 درهم، كاين اللي خرج ب 1200 درهم، كاين اللي خرج ب 1500 درهم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الى مرض المتقاعد مشى للسبيطار راه مهمش، الرونديفو تسير بالعام ولا بست شهور وكذا. طلب السكانير ما كاين السكانير، ما كاين تحاليل. حنا جينا لهنا كنطلبوا واحد الالتفاته في هذه الشريحه هذه ورد الاعتبار، يراجعوا شويه الحسابات ديالهم هاد المسؤولين. راه لا حول ولا قوة الا بالله.